بعت سيارة إلى زميلي لمهلة 6 أشهر، الآن الزميل يرغب بيع السيارة، هل يجوز أن أشتري منه هذه السيارة؟ إذا كان ذلك بعد البيع مباشرة لا يجوز، لأن هذه هي العينة، هذه العينة أن يبيع شيئا مؤجلا ويشتريه حالا، فهمتم؟ هذا بيع محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. هذا إذا كان بعد البيع مباشرة، لكن لو أنه اشتراها منك وراح 3 أشهر 4 أشهر، مثل قصة حصلت عندنا، واحد اشترى له ذا وبعدين جاءه ابتعاث بعد مدة 6 أو 5 أشهر وقال خلاص ببيع السيارة، يجوز أنك تشتريها، لأن ما فيه تواطؤ ولا فيه نية ولا فيه شراء بعد العقد مباشرة. نعم.